بعد اذنكم حاجه بس بعد اذنك بعد اذنك عايزين كلمة تعازي بس الكابتن محمود. خلاص يا جماعة تسافروا دول جنبك. كلمة تعازي بس. كابتن طاهر الغريب حبيبي. توافد عدد من نجوم الوسط الرياضي ونجوم المجتمع على عزاء نجل المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق في مسجد المشير طنطا بالتجمع الخامس. يعد أبرز الحضور خلال العزاء علاء وجامع المبارك نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك وحسن حمدي رئيس النادي الأهلي ورجل الأعمال الشهير أحمد أبو أشيمة وعماد متعب نجم النادي الأهلي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي وإبراهيم حسن مدير المنتخب الوطني وسيد معوض نجم الأهلي السابق وأيمن الشريعي رئيس نادي إم. فكان حسن نجل المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق قد توفى داخل منزله بالقاهرة الجديدة أثر أزمة قلبية مفاجئة.